نصيحة اليوم، لا تسأل مجرب ولا تسأل حكيم، خبص لوحدك. الله كريم. خيو، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. رد عليه. خلي اللي يقول يقول، واللي يتكلم يتكلم، حيفضل الصابي صابي، ودومينيك هي المعلم. علي الحلال، علي الحلال، مثل اللي باللبنية، مسكها من دانها بشر دهانها. رد عليه. العشمني بالحلق، خرمت انا وداني، لخرم ودني نسد ولا الحلق جاني. والحشي عم تحكي جواهر، جواهر عم تحكي يا مرتي، جودي جودي. اللي يخاف من عفريت يطلع له. ليش روحي؟ حد ما توصل. عمرك ما تبص الواحد خلعته مراته. المثل بيقول لك لو كان في خير ما رماها الدر يا حبيبتي، ولا انت اذكى من مين يعني؟ يا لولا لكان، وقد كان سيفي في الهيجة طبيبا يداوي من يشكو الصداع في الرأس. ده انا قطة مقطقطة، لكن خد بالك مخرمشة، اصل ما فيش حلاوة من غير نار. لخشبكن مزبوط عم تحكوا، بس يا شباب اللحمة غير اللية واللية غير اللحمة بعظمه. ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة، بس حيروح فيها فين؟ ده ربنا كبير شايف كل حاجة. لا عمى، يا ما تحت السواهي دواهي، ولك دواهي دواهي انت. ما تعمليش فيها مسكين كل مرة عشان تستعطف الناس. حمرتك العرجة تغنيك عن سؤال اللئيم. هدي يلا حبيباتي، يلا حبابين انتو، شيلوا احسن ما اجي افرمكم اعمل منكم كباب بنجان. شو بعمل؟ باكل بصل وبروح بنام وبنسى اللي حصل. بشرفي بتمنى تمر عليهم التريلها وتمعسهم معز وتخلصني منهم هن الاثنين. دادو. هلا مين دو؟ نعم، فيها نرجع اصحاب؟ طبعا لا، انا بختي مال من كتر استحاب الامداد. وماله يا اختي؟ يا شمال دول تاهين دول يا خال. دادو. نعم. فيني اتجوز انا؟ والله نعم يا اخويا. وماله اللي خدته القرع تاخده ام الشعوب؟ ايوه اللحمه. مين قلت لك كانوا واقفين هين؟ حملوا ولا يفهموا اي حاجه. الشيء الوحيد اللي بندم عليه انه انا كتير طيبه، انه طيبه. انتوا شو بتقولوا؟ يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي. ألحان وغناء فريد الأطراش. كانوا بيقولوا عني كتير طيبة، كانوا بيقولوا عني كتير طيبة. والقصد؟ القصد واضح. نصحتي ليكي، عمرك ما تبص الواحد خلعته مراته. المثل بيقول لك لو كان في خير ما رماها الدر يا حبيبتي. ده كلام كبير قوي. شو بتحسوا لما تكونوا لوحدكم؟ انا لما اكون لوحدي بحس حالي وحيده وفرحان قوي.